قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله، لا يا عجيب يا أخي، إن عبادي مو عباد الله، هؤلاء الذين صاروا لي، هؤلاء الذين ولوني أمرهم فكنت أنا وليهم. الله ولي الذين آمنوا. إذا كان الله ولي إنسان فذاك الإنسان يكون ماذا؟ يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وبعبارة أدق يكون عبده مو عبد الله. الفرق بين مقام الهو ومقام الله، يعني مقام الأحدية ومقام الوحدية، لأنه تجد بأن القرآن الكريم مرة يقول عبد الله ومرة يقول سبحان الذي أسرى بعبده. هسه هذه المقامات ما هو الفرق بينها؟ مقامات حقيقية واقعية، مقام الأحدية، مقام الواحدية، مقام الوحدة، مقام الكثرة، فوق مقام الأحدية والواحدية. هذه كلها أبحاث إن شاء الله ستأتي من العلامة الإشارة إليها. لا تصورون، هذا الكتاب جامع لكل هذه المباحث، كل هذه المباحث، ولكن بلسان تفسيري لا بلسان فلسفي أو عرفاني، يعني استفادة هذه المعارف من نفس الآيات المباركة. يقول قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي. فإذا صار الإنسان عبده بعد يوجد لغيره أحد عليه سلطان وولاية أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. فلهذا تجد في جملة من الروايات أن الإنسان إذا عمل كذا أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان، فجعل وليه ماذا؟ ها؟ جعل وليه الشيطان. فإذا صار الإنسان عبد الشيطان كان الشيطان وليه، عند ذلك ماذا؟ كلما يأمره يأتمر المولى عليه أو لا يأتمر؟ ها؟ يأتمر، فيتصور أنه هو الآمر والناهي، ولكن في الواقع من هو الآمر والناهي؟ هو الشيطان، الشيطان هو الآمر والناهي. فلهذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فباض في صدورهم ونطق بألسنته، عندما يكون وليه بعد أمر المولى بيد الولي. هاي الولاية أيضا ليست ولاية اعتبارية تشريعية حتى أنت بالاختيار تعطيها بيد فلان وتنزعها من فلان، لا، هذه الولاية ولاية تكوينية واقعية وجودية. فإذا كان الإنسان من عباد الله، من عباده سبحانه وتعالى، عند ذلك قالت الآية ليس لك عليهم سلطان، بعد ليست لك ولاية عليهم، إلا من اتبعك من الغاوين أنت وليهم تفعل بهم ما تشاء. أي هذه سنتي وطريقتي دائما من غير تغيير، فهو يجري مجرى قوله فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.